مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في العراق أو مما اخترناه لكم من مختلف دول العالم. البداية ستكون بفقرة المقاطع المتداولة. منذ أشهر ومهندسو العراق يحتجون كما تعلمون دون أن يجدوا آذانا مصغية، فماذا يفعلون لكي تصل مطالبهم إلى من ينبغي عليه ويجب عليه أن يحققها؟ ما هي طرق الاحتجاج السلمية التي توصل أو تؤدي بأصوات هؤلاء المحتجين إلى أصحاب القرار دون أن تتجاهلهم الحكومة الحالية كالعادة؟ خريجو كليات الهندسة يواصلون تظاهراتهم قرب نقابة المهندسين في بغداد للمطالبة بالتعيين. في مقابل هذا المشهد السلمي والحضاري، ماذا حصل؟ قائد عمليات بغداد يأمر القوات الحكومية باعتقال 14 ناشطاً من مهندسي العراق بسبب قطع الشارع. قاعدين بالشارع حدود الألف مهندس ومهندسة من كل محافظات العراق، ما ناويين نقطع الشارع نهائياً، لكن اللي خلانا ممكن نقطع الشارع، أنا قاعد بالبيت لا وظيفة لا تعيين لا بيت لا جسمه، قاعد هناك بالشارع وهنا قاعد بالشارع. أحمد راح تنام بالشارع؟ هم طالعين يطالبون بحقوقهم، راح يعتقلونه. يلا عسل بس قال له ما اسعد ياكل الا من قضايا، قال له حي يقول له ما اسعد ياكل الا من قضايا، خاف يجون عليكم. قلنا لا خلي يعتقل. تعال شنو يا رب تفوت لا تفرج. هذه الصور التي شاهدناها وإياكم أعزائنا المشاهدين تركت الكثير من الصدى على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. قراءة بأبرز التغريدات التي جاءت تعقيبا على ما شاهدتم من مقاطع. البداية من آيات التي كتبت: لا يبحثون سوى عن إنصاف هويتهم الهندسية في بلاد الخيرات، المهندسين بكافة الاختصاص الاختصاصات ينتفضون للمطالبة بحقوقهم. اعتصام النقابة، مسيراتنا تختلف. الآن إلى عبد الله الذي كتب: الله يوفقكم وإن شاء الله تحقيق المطالب المشروعة. إلى وسن التي كتبت: ما عانيناه ماضيا وحاضرا من التهميش بحقنا ليس بالهين، أين حقي أين مستقبلي، المهندس نازل يأخذ حقه، المسيرات سبقت اعتصام النقابة. إلى المنشور الأخير محمد يكتب: إن شاء الله ما يضيع التعب. الآن نذهب إلى موضوع آخر. تصدر وسم إضراب الجيش الأبيض موقع تويتر في العراق من قبل الكوادر الصحية بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية في عموم المستشفيات الحكومية، إضافة إلى عدم صرف الرواتب والمخصصات التي تخصهم، بالإضافة إلى نقص الكوادر الصحية في المستشفيات الحكومية وعدم تعيين خريجي المجموعات الطبية في مؤسسات وزارة الصحة. جانب من الإضراب العام في مستشفى الحسين التعليمي بكربلاء للكوادر الطبية والذي حصل هذا اليوم نشاهده وإياكم، وفيه طالب المعتصمون رئيس الوزراء ووزير الصحة بتنفيذ مطالبهم المشروعة من أجل استرداد الحقوق. والله يا دار ما نفكر.
ومن إضراب إلى إضراب آخر، وكلها هدفها انتزاع الحق باللغة السلمية لا غير، إلى جانب من الإضراب الموحد للكوادر الصحية قسم الصحة العامة في دائرة الصحة بمحافظة النجف. حتى على العلاج يعني المريض يجي ما يلقى علاج. هذا اضرابنا عام ان شاء الله لاصلاح المنظومه الصحيه ان شاء الله مستمرين 100% اضراب عام. لا تقل حسب المطالب. الله يبارك. سيد قيس زوين مدير شعبة تعزيز الصحة دائرة صحة النجف الى الله يحفظك. احنا حقيقة مثل ما تفضلوا الاخوان، هذا الاضراب هو مو لتقليل الخدمة عن الناس او احراج الدولة بقدر ما هو تعديل المسارات وتصحيح الاخطاء. الا المنظومة ما تشتغل كلها بتيم واحد بفريق واحد ما راح يصير انتاج، وبالتالي الضرر هو للمواطن. هاي موقفتنا ان شاء الله هي لصالح المواطنين، ولكن ارادي لها صبر 3-4 ايام وما راح تطول ان شاء الله. بالنتيجه راح تصحح مسارات هواي خاطئه وجمله من التعديلات ان شاء الله، ولذلك صار الاشتراك جميع النقابات اللي تخص الخدمه الصحيه للمواطن. في موضوعنا الآتي نسلط الضوء على الواقع البيئي المتردي في ظل تواصل الإهمال الحكومي. نبدأ بهذا المقطع، وفيه انهيار الواقع الخدمي في منطقة الـ4000 في منطقة القبلة بمحافظة البصرة، ودمار البنى التحتية لشبكة الصرف الصحي دون التفات الحكومة لمناشدات المواطنين. نتابع. نحن الآن في منطقة الـ4000، هذا الطب العدلي وهذا مستشفى القلب، هاي منطقة الـ4000. طبعا هنا الخط الناقل اللي جاي يشمل محافظة البصرة كلها، يعبر محطة 24 إلى محطة المعالجة. منذ سنين طوال هذا أكو تشققات ومضروب هاي المنهولة تشوفونها أمامكم. بالنتيجة إذا توقفت المحطة 24 اللي تودي محطة المعالجة تصعد المجاري وتشوفونها بهالصورة هذه. طبعا الريحة هنا ما توصف ما توصف. هاي المجاري شوفونها كلها صالها 3 ايام. والله الخبر اللي عندنا حاليا انه الكيبل، الشركة اللي تعمل بشارع بغداد ضاربة الكيبل ومقطوعة الكهرباء عن محطة 24 محطة معالجة، وما جاي يصير سحب. تشوفونها قدامكم هذا الماي، راح امشي لي قدام بعد وراح اراويكم شيء ثاني. نرجع نكمل. طبعا هذا البور المجاري جاي على هذه المنطقة تشوفونها وصاعدة المجاري على البيوت كلها. شوف المجاري وين صعدت على البيوت. يعني السيد نتمنى ان السيد المحافظ ومدير مجاري البصرة متابعة الموضوع الى كل اعضاء مجلس النواب، باعتبار المجلس محافظة ماكو، انتوا تكونون تمثلون الشعب البصري. حاجبكم هذا الوضع؟ اكو مسؤول والله لو توقفون هنا وتشمون الريحة مات المجاري، مو هاي الاطفال هنا تمرضت. امتحانات عقب باكر امتحانات. زين هاي الطلاب شلون يوصلون للمدارس؟ هذا الوضع عاجبكم؟ الى متى احنا نبقى على هذا على هاي الحال؟ الى متى؟ وقبل ان نكمل بملف البنى التحتيه وسوء الخدمات وتردي الواقع الصحي في مختلف مناطق العراق بما فيها الشوارع وللاسف انهيار المنظومه البيئيه وطفو مياه الصرف الصحي باكثر من منطقه، قبل أن نكمل بهذا الموضوع نعود إلى وسم إضراب الجيش الأبيض ونقرأ عليكم مجموعة من التغريدات التي ظهرت بهذا الوسم الإلكتروني. والبداية ستكون مع حيدر الذي كتب: أين العدل عندما رمتنا الوزارة في وسط خطر الوباء وعدم تجهيزنا بأي ملتزمات صحية ووقائية، وكنا نشتري الكمامات من رواتبنا التي تتأخر 45 يوما، وفوق كل هذا تميزها الظالم واحتساب الحقوق من القطع وزيادة الخطورة لقسم معين وتجاهلنا، وكأن حياتنا لا قيمة لها. إلى تغريدة ثانية كتب فيها أحرار تقول: لنحيطكم علما بأنه لا تراجع عن الإضراب لحين تحقيق المطالب، وأولها مباشرة خريجي دفعة 2019 فورا أسوى بأقرانهم الأطباء
كونهم في مركب واحد وتدرج، وقالون تدرج طبي واحد، وفي حال عدم تنفيذ مطالبنا ستكون لنا تصعيد في الإضراب وسوف لن نتراجع عن حقوقنا أبدا. الآن إلى خالد الذي كتب: سنخرج ليس تبطرا وليس لمصلحة خاصة وإنما للإنصاف، لإنصافنا، فنحن من نقدم الخدمة للمواطن ونحن اللي في تلامس مباشر مع المريض، وسنطالب بتوفير كافة الخدمات والعلاجات التي يحتاجها المواطن. الكوادر الصحية تنتفض لاسترداد حقوقها، وأولها مباشرة دفعة 2019 وإدراج دفعة 20 في ملف 21. إلى التغريدة الأخيرة وهي لعماد ويقول فيها: الكوادر الصحية تبدأ بالإضراب عن العمل اليوم داخل المستشفيات العراقية للمطالبة بتنفيذ مطالبهم ومباشرة خريجي دفعة 2019 فورا لسد النقص الحاد في الكوادر الصحية في مختلف المستشفيات من أجل التصدي لجائحة كورونا. بعد هذه الهاشتاجات أو هذه التغريدات الموسومة بهاشتاج إضراب الجيش الأبيض، نكمل فيما يتعلق بالملف البيئي وسوء البنى التحتية. الآن ننتقل وإياكم إلى مدينة الكوت، حيث منطقة زين القوس التي تعاني من الإهمال الحكومي، حيث طفحت هناك مياه الصرف الصحي في شوارع المنطقة في ظل تجاهل حكومي لنداءات المواطنين المطالبة بإصلاح شوارع منطقتهم. نلقي وإياكم الآن نظرة على حال أهالي منطقة زين القوس في مدينة الكوت بعد أن غمرت شوارع المنطقة مياه الصرف الصحي. نتابع. اليوم تاريخ 10/10/2020. شوفوا هاي وضعية زين القوس. ها شوفوا، حتى الله ما يقبل. يلا ويجيك واحد يقول لك الحكومة تشتغل والمحافظ وبالك عني، وهاي شوف الوضعية وين احنا ب 2020 وهاي شوارع العراق. يلا الله يقبل، محمد يقبل، بالاسلام شوفوا لك واحد يقبل لك، حتى اليهود ما يقبلون هيك. ها يلا شوف حسرة واحد يطلع، شوف العالم وين تمشي. يلا ويجون يستترون بالدين لك من 2014 لهسه سويتونا شركة مخضتها ب 89 مليار، وين الفلوس راحن؟ هاي وضعية زين قوس، شوفوا هالي زين قوس شلون تعاني. أريد ناشد الشرفاء بالكوت إذا أكو شرفاء، إذا أكو مسؤول شريف. إذن بنى تحتية مهدمة للأسف وخدمات معطلة وواقع بيئي يهدد بالمزيد من الكوارث الصحية، ومواطنون لهم الله الآن قراءة في أبرز التعليقات التي جاءت ردا وتعقيبا على ما شاهدتم من فيديوهات. حسين يكتب: حسبي الله على هالحكومة. بعد حسين نذهب الآن إلى تغريدة أو منشور ثاني في فيسبوك. تحسين يكتب: سيد المحافظ وين قاضي ما يطلع على مناطق ويشوف الكوارث؟ عندكم جهد هندسي الله أكبر، شلون راح تقابلون ربكم؟ الآن إلى حيدر الذي كتب: خلي يشوف المحافظ الخاتل، ما أدري وين خاتل، خلي يشوف، حسبي الله ونعم الوكيل. إلى المنشور الأخير في فيسبوك معنا إياد وكتب: الله يكون بعونكم والله ينتقم من محافظ واسط. كانت هذه أبرز ردود أفعال المواطنين العراقيين على ما شاهدنا من سوء في البنى التحتية سواء بالبصرة أو بمحافظة النجف. الآن ننتقل إلى موضوع آخر. الآن في هذا الموضوع تصدر وسم سوريا تحترق منصة تويتر في العالم العربي بعد الحرائق التي اجتاحت أرياف مدينتي حمص واللاذقية مخلفة أضرارا مادية في مساحات واسعة نطاق وسط صعوبات كبيرة وإمكانيات بسيطة تعرقل جهود إخماد الحرائق. سلسلة حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في سوريا لليوم الثاني على التوالي. نشاهد ومن ثم نذهب إلى قراءة في التعليقات.
الآن إلى أبرز التغريدات التي ذيلت بالوسم الإلكتروني. سوريا تحترق، نتابعها وإياكم. والبداية بعويس الذي كتب: سوريا احترقت من أول يوم راقب الشر فيه دم الأبرياء. الآن إلى تغريدة ثانية لموسى ويكتب فيها: أي أرض تدخلها إيران وميليشياتها وعصاباتهم ومراجعها ومعمموها، سيأتيها الدمار والخراب والفقر والأمراض. إلى تغريدة ثالثة وكتبها بدر يقول فيها: وهل بقيت أرض دخلتها أحزاب إيران ولم تحترق؟ الآن إلى التغريدة الأخيرة ويقول فيها مهند: سوريا تحترق، كل من إيران وأذنابها هي سبب الدمار، أينما حل حثالتها يحل الدمار. حفظ الله سوريا وكل أوطاننا العربية. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، وهي فقرة خبر مزيف. مع إعلان السعودية بدء السماح بأداء العمرة مع اتباع إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي نشره أنه يظهر احتفال أهل مكة المكرمة بفتح أبواب الحرم، لكن الفيديو في الحقيقة يعود للعام 2018 ولا علاقة له بإجراءات الإغلاق أو الفتح. تبدو في الفيديو مجموعة من الرجال وهي ترتدي ملابس عربية تقليدية ويرددون معا أنشودة عن زيارة البيت الحرام، وجاء في النص المرافق: فرحة أهل مكة بفتح أبواب الحرم للمعتمرين، لكن هذا ليس صحيحا لأن الفيديو قديم. نتابع. يا زاير البيت اتهنى، يا زاير البيت اتهنى، زور الحرم فيه جنة، زور الحرم فيه جنة، بالسلامة بالسلامة، ودخلنا باب السلام، ودخلنا باب السلام، بالسلامة بالسلامة، بالسلامة بالسلامة، ودخلنا باب السلام، ودخلنا باب السلام. الآن إلى فقرة هاشتاغ، وفيها تصدر وسم نتظاهر بلا شروط منصات التواصل الاجتماعي في العراق، وذلك ردا على شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أطلقها في سياق محاولاته قمع متظاهري ثورة تشرين. ورفض متظاهرو ساحة التحرير في بغداد بيان الصدر الأخير، مؤكدين أن الفتنة الحقيقية تكمن في التحريض على الاعتداء على المتظاهرين. وقال متظاهرون إن الذين يتحدثون عن الفتنة هم نفسهم الذين يمنعون المتظاهرين من التظاهر ويعيزون لميليشياتهم بالخروج للتظاهر، في حين تلجأ أحزاب أخرى لرفع صور قائد فيلق القدس الإيراني السابق سليماني بدلا من رفع الأعلام العراقية. نتابع الآن هذه التغريدات التي ذيلت بهاشتاغ نتظاهر بلا شروط. البداية مع حوراء التي كتبت: من قال بأننا نضعف ونتراجع ونترك طريق الحق؟ أبدا، لأننا أحفاد الكرار وعمر وقدوتنا الحسين، لن نتراجع، ننتصر أو ننتصر، نتظاهر بلا شروط. محمد يكتب: تشرين سوف يعود عن قريب، انتظروا وسوف ترون كيف العراقيين باقين على منهج الثورة ويريدون إسقاطكم ومحاسبتكم. بعد محمد ننتقل إلى تغريدة ثالثة وهي لأحمد فوزي ويقول فيها: تشرين لن تخضع، والله لا انت ولا اللي اكبر منك، لو الدنيا كلها وياك هم نخضع، مستعدين نضحي اكثر 700 ولا نخضع لشخص مترنح حائر متناقض وقاتل وفاسد. الى التغريده الاخيره نذهب الان، وهي من نصيب حسين العراقي. يقول حسين: اني كمواطن عراقي ثائر ضد جميع زعماء الكتل السياسيه والحكومه الفاسده، وانت يا مقتدى من ضمن الحراميه والفاسدين والقتلة، القرار للثوار، نتظاهر بلا شروط. في نهاية فقرة هاشتاغ ظل أن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة، وهي فقرة المقاطع المتنوعة التي انتشرت على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ابقوا معنا. على لسان ماكرون تقولون الصوفي، لكن التي أمامكم مريم، رهينة فرنسية سابقة تعلن اعتناقها الإسلام، واستقبال ماكرون لها
يثير جدلا. نتابع. في ظل الظروف الصعبة والمآسي المتلاحقة التي يعيشها الشعب اليمني، ترى ما هي أخبار الطلبة هناك في مختلف المدارس؟ الصورة من هناك تقول إن المأساة لا تزال مستمرة. المخاطر قوية جدا، أولها كانوا نعاني هنا في الركن المنطقة فيها ألغام، ثاني حاجة المبنى المدرسي مهدم كما أنتم شايفين الآن، وهم شايفين الآن في مكان خطورة يدرسون، كنا فيهم خيارين صعب كله خيارين، إما أن نتركهم في البيت دون دراسة ودون تعليم، وإما أن نرسلهم ونحن عارفين في مخاطر عليهم. محافظة تعز كغيرها من محافظة الجمهورية تعرضت لأضرار كبيرة في مجال قطاع التربية والتعليم، إلا أن تعز أخذت نصيب الأسد من هذه الأضرار. 47 مدرسة هدمت تهدم نهائي. خمسمائة طالب في مدرسة الوحدة ميلات يدرسون تحت الأنقاض ومعرضين للخطر، مدرسة آيل إلى السقوط، فإن استمرينا فنحن مهددين بالخطر، وإن توقفنا فقد يدمر جيل بدون تعليم. بين دمار المباني ودمار الأجيال حال لم تلقى التعليم الذي تستحقه، يبقى الواقع العربي للأسف يراوح مكانه. نتمنى لليمن وكل شعوبنا العربية الرخاء والازدهار والاستقرار وتمام الأمن والسلام. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم تواصل.com. ظلوا في رعاية الله. إلى اللقاء.